السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بمرشدين الأعزاء. اليوم أنا في أرض الفدان باتنين جنيه، الفدان باتنين جنيه والتلاتة بخمسة جنيه. يلا مع بعض نشوف عرض اليوم، الفدان باتنين جنيه والتلاتة بخمسة جنيه. زي ما انتوا شايفين الأرض جيرية، طبعا بتشتري الأرض الجيرية أو الأراضي اللي فيها ملوحة في نبات الطرفة، نباتات كتيرة صحراوية. شايفين المنظر شكله ايه؟ تخيلوا بقى لما واحد يقول لي يا باشمهندس والله انا شاري ارض الفدان بخمسة وتلاتين الف وطافع دم قلبه، ادي الليمون موالح ايه؟ الاهمال، شبكات الري دايبة. ليه؟ مغترب قاعد في الغربة طالع عين اهله، بيصرف مصاريف قد كده وبيبعت فلوس ومفيش متابعة. نيجي نتكلم ونقول احنا مهندسين ونتابع لكم الامر ونتابع لكم الشغل، يقول لك لا 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 لا، انا عندي الناس بتعمل بتنحت في الصخر. يلا رجالة، ادي الارض الجميلة الحلوة، الفدان باتنين جنيه والتلاتة بخمسة جنيه. قلت الف مرة بلاش الاراضي الجيرية، بلاش الاراضي الكلسية. عندنا في منطقة الوادي الجديد معروف الاماكن الاراضي فين، لكن بيحصل نصب وخداع لاصحاب من اصحاب الاراضي للناس المغتربة والناس اللي مش عارفة حاجة، ويجي يقول لك ادي لك ارض جميلة وحلوة وممتازة ورخيصة يا باشا. الفدان ب 12000 جنيه والفدان ب 15000 والفدان ب 30000 والفدان بكذا. وتعالوا هات الاراضي اهي كلسيه، اهي اهي جير كير جامل. الارض انتشر فيها الطرفه وانتشر فيها النباتات السبخيه. حسبي ونعم الوكيل. يا ريت تسمعوا كلامي، يا ريت تعرفوا يعني ايه معنى كلمه مهندس زراعي موجود في المكان.